أعزائي الطلبة، يعطيكم ألف عافية. كنا توقفنا في المحاضرة اللي فاتت عند البي أس سي، حكينا إنه هو اختصارا للبيس ستيشن كنترولر، هو الإشي اللي بيعمل إدارة لكل أبراج الإرسال اللي بتواصل مع أجهزة الموبايل تبعتنا. ننتقل للي بعده، عن حاجة اسمها Network Switching Subsystem، عن الإشي اللي بيمثل الفرع الثالث في الشجرة. Network Switching Subsystem هو عبارة زي ما انتو شايفين عن الMSC أو الموبايل Switching Center، عن العقل المدبر لكل الشبكة، ومعه مرتبط الـ VLR، الـ EIR، الـ HLR والـ AUC، مرتبط في الداتابيسز اللي تتخزن فيها المعلومات المهمة، مثل الـ Visitor Location، مثل إنه لو حدا أجا مثلا من شبكة غريبة بيستخدم خدمة التجوال، إنه حدا غريب على المنطقة، تتخزن بياناته في أبراج الإرسال هذه. مين المسؤول عن تخزين هذه البيانات؟ الـ MSC. مثلا الـ EIR، الـ HLR والـ AUC. حنشوف كل واحدة فيهم وكيف يعني إيش وظيفتها. زي ما أنتوا شايفين إنه الـ MSC الموبايل سويتشينج سنتر مرتبط أو عامل مدير على الكنترولرز اللي عاملات مدير على أبراج الإرسال، اللي عامل مدير برضو على أجهزة الجوال تبعتنا. الـ NSS بيقول لك إنه responsible for call out and mobility management، متخصص في قصة الـ call out والmobility management في الاتصال، واللي هو إدارة كل الاتصالات هذه اللي بتصير، وكيف أنا أدي لليوزر التردد اللي المفروض ياخده. consisted of the circuit switched core network. هل جيت في فرق بين circuit switched والباكت سويتش؟ خلينا نكتبها هنا بس على جنب. في حاجة في علم الشبكات اسمها السيركت سويتش، نقرب بس على الخط. السيركت سويتش، ايش بقصد بالسيركت سويتشد؟ انه بيبقى عندي الاشي زي سيركت، مثلا عندي هنا في الطرف هاد موبايل او تلفون، هو اقرب مثال عندي انا للسيركت سويتشد نتورك BSTN او شركة بالت اللي عندنا. تمام، التلفونات هذه كلها مرتبطة بحاجة اسمها سويتش أو بدالة أو مقسم إلى آخره. هل جيت المقسم هاد إيش وظيفته؟ وظيفته يرتبط مع مقسم تاني ويديني يوزرز، مثلا يوزر واحد، يوزر اثنين، برضو عندهم هدول، يوزر ثلاثة، عندهم كمان أجهزة اتصال، سواء كانت تلفونات أو سواء كانت جوالات. هل جيت الميزة عندي إنه الداتا اللي انا بدي ابعتها، داتا تاعت الصوت وتاعت المسجات، مثلا في حال انه كان عندي جوالات بدل تلفونات، هنا الداتا حتصير حتمشي حزم حزم من عند الجوال، بطل يكتب، معلش علق شوي. المهم الداتا حتصير تمشي، مثلا انا بدي اليوزر اللي اسمه محمد هاي التلفون تاعه، بده يتواصل مع اليوزر اللي اسمه مثلا سعيد. محمد لما يتواصل مع سعيد، الحزم تاعت الداتا حتمشي بس في المسار المحدد من هين لهين فقط، يعني مش ممكن تروح من هين مثلا ل اليوزر الاول اسمه محمود، بعدين محمود يبعتها لسعيد، لا، اللينك اللي بيناتهم هو بس اللي حيبقى محجوز علشان الاتصال تبعه.
ايش الفرق بينه وبين الباكيت سويتشد؟ الباكيت سويتشد بيبقى عندي انا مثلا اقرب مثال له الوان كونكشن او الانترنت، الانترنت اللي احنا بنستخدمه بشكل يومي. الانترنت بتكون، هل جيت عندي الراوتر تاع البيت عبارة عن وحدة سويتش زائد راوتر. مصطلح راوتر لحاله اللي احنا بنستخدمه غلط في السوق. الراوتر مثلا لو كان باتنين انتنة، راوتر لحال هو بس اللي بيمسك لي الداتا وبينقلها لشبكة الوان، للرواتر التانية الضخمة اللي بتحول لي مثلا طريقة من هين من لان لوان، تمام؟ انما الراوتر اللي في البيت عندي عبارة عن جزء سويتش وجزء راوتر. السويتش بياخد الداتا تاعتنا كيوزرز، يوزر واحد، يوزر اتنين، يوزر تلاتة، والراوتر بيطلع لي الداتا عن طريق السلك من اللان، هاي الطرف تاع اللان او اللوكال اريا نتورك للوان، للشبكة العنكبوتية. انا لما يجي فلان بده يتصفح مثلا يوتيوب، ما بقدرش اتصفح يوتيوب من حدا تاني، او علشان انا اتصفح من يوتيوب لازم الداتا تبعتي تطلع على السويتش. اول اشي السويتش الموجود مدمج في الراوتر تاعي، تمام؟ السويتش اللي ببدل بيننا كيوزر عشان يدي كل واحد اللي هو وقت يتصل فيه في شبكة الوان. الراوتر عبارة عن اللينك بس اللي من هين اللي بطلع لي اياه للرواتر الضخمة، تمام؟ مثلا لنعتبر انه الداتا تاعت اليوزر الاول بده يحضر يوتيوب، بتروح ريكويست ريكويست، بتصل للسويتش، السويتش بمررها للراوتر الجزء الثاني النص، الراوتر بطلعها للشبكة العنكبوتية. مثلا لو كان اليوزر هذا ساكن في مدينة غزة، بتصل الداتا هاد لراوتر ضخم، راوتر ضخم بياخد من رواتر كتيرة من البيوت، تمام؟ للإنترنت سيرفيس بروفايدر، للشركة مثلا زي شركة حضارة، هذا راوتر حضارة. مثلا الراوتر هتاع حضارة موجود في الرمال، في مقر مثلا شركة حضارة، تمام؟ الراوتر هذا بيدي راوتر أضخم، الراوتر الأضخم هاد بحول مثلا من طريقة اتصال معين لطريقة اتصال معينة، بحول الداتا هذه، بحول لي إياها علشان تمشي مثلا من البحر المتوسط عن طريق أسلاك الفايبر، بتروح بتضلها ماشي تحت البحر، بتوصل مثلا أمريكا USA لسيرفرات اليوتيوب. سيرفرات اليوتيوب بتبقى عليها الفيديوهات اللي انا بدي اطلع عليها او احضرها، تمام؟ وانا بعمل ريكوست من سيرفر تاع يوتيوب، تمام؟ والسيرفر تاع يوتيوب بيرجع لي الداتا. لقيت الداتا اللي مشت من عند اليوزر لما نبلش اتصال، تمام؟ لا حديت يو اس اي، ممكن تروح مثلا بدل ما هو تروح على الراوتر تاع حضاره، تروح على راوتر تاني. بعد هيك الراوتر هذا يمررها مثلا بدل ما تروح على يو اس اي دغري، تروح على ايطاليا، بعدين ايش على فرنسا، بعدين ايش على اليو اس اي. الداتا ما بتمشيش في طريق واحد، بتمشي في عدة طرق علشان ما يصيرش عندي ازدحام. هذا الفرق بين الباكيت سويتش سويتشد داتا والسيركت سويتشد داتا. ممكن يجيكوا سؤال عليها انه اذكر مثلا بعض الامثلة، اذكر الفروقات بينهم. الان اس اس يستخدم لسيركت سويتشد كور نتورك علشان الاتصالات وعلشان المسجات، تمام؟ هياته بيستخدم للفويس كولز، الاس ام اس اند سيركت سويتش داتا كولز. طيب في النسخ اللي بعد هيك، بعد التوجيل 2.5 جي اللي اسمها جي بي ار اس، تمام؟ صار عندي خدمة جديدة اللي هو خدمة الويب او تصفح الانترنت، وبطيئة كانت جدا، ولحتى الآن هي موجودة عندنا، بس عندنا 2.75 في غزة. سرعة الإنترنت بطيئة جدا، بس أتحل لي إنه يتصل بالنت. هنا صار يستخدم الباكيت سويتش الداتا.
علشان الواحد يصير يبعت اللي هو داتا عن طريق الويب عشان يتصفح الانترنت. هل قد بتتكون الـ NSS من خمس أشياء أو 6 أشياء؟ أول حاجة الموبايل سويتشينج سنتر اللي هو العقل المدبر لكل إشي، هذا هو الكور، هو أهم إشي في شبكة الـ GSM. الجيت واي موبايل سويتشينج سنتر هو عبارة عن جزء من الـ MSC بتحل الاتصال بين شبكات الهاتف وشبكات الموبايل المحمول. يعني أنا لما بدأ أتصل على رقم ثابت، هاتف أرضي أو هاتف ثابت، بتصل الاتصال هذا بتمرر عن طريق الجي أم أس سي، الهوم لوكيشن ريجستر، الفي أل آر، الأي يو سي والإي آي آر، حنيجي لكل واحدة منهم. أول إشي الأم أس سي هو عبارة عن القلب النابض لشبكة الجي أس أم، عن طريقه بعمل بيرفورمينج للكولز، السبيتش والداتا، هو اللي بيعمل إدارة لكل هيئة الشبكة، هو السيو، هو المدير العام لكل الشركة تاعت الاتصالات، تمام، كجهاز. طيب هو اللي بيدير الكومبوننتس هذه، البيس ستيشن كنترولرز، الموبايل سويتشينج سنترز، والأذر اكسترنال نتوركس. الام اس سي بيعمل كونكت للكولز بين السبسكرايبرز او بين المستخدمين تاعون الشركة هذه او تاع اللي بدهم يستفيدوا من خدمة الاتصال، وبيبعت الديجيتال فويت باكيتس في النتورك. برضه هو مسؤول عن الانترفيسنج، عن قصة الاشارات او السيجنالينج اللي بين مثلا بين البي اس سي، بين البيس ستيشن كنترولر وبين البيس ستيشن نفسها، كومون شانل سيجنالينج. الام اس سي بيعمل انيشيشن للكول بتوين سبسكرايبرز، هو اللي يعني بينشئ لي الكول، انا بمجرد ما اضغط على لوحة الدايل مثلا اكلم الرقم 0592 كذا 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 كذا، تمام. الام اس سي هو اللي بيقسم لي الديجيتس هدول، تمام، مثلا اول 4 ديجيتس هدول لابراج ارسال بي اس سي، وبعد هيك لبي تي اس اس، وبضل اللي هو اللوكيشن يتحدث كل شوي والتانية كل ما المستخدم او السبسكرايبر يتنقل في الشبكة هذه، تمام. وين الريزر؟ طيب وبرضه هو المسؤول عن الريال تايم بريبايد بيلينج اند اكاونت مونيتورينج، هو المسؤول عن خدمات الدفع المسبق، هو اللي بيحسب قديش مثلا المكالمة اخذت رصيد، هو اللي بيعمل عملية البيلينج او هو اللي بيخصم، تمام. والاكاونت مونيتورينج اللي هو ادارة الحسابات هذه، وزي ما انتم شايفين انه الام اس سي مرتبط في كل اشي تقريبا، مرتبط في الداتابيسز اللي فيها بيانات المستخدمين، ومرتبط برضو في الكنترولرز اللي مرتبطة في أبراج الإرسال اللي بتبقى في السلات أو في الخلايا اللي فيها المستخدمين، اللي مرتبطة في المستخدمين. الجيتواي موبايل سويتشينج سنتر هو عبارة عن interconnecting between two networks، بيعمل لي ربط بين شبكة الجي اس ام وشبكة مثلا البي اس تي ان، شبكة الهاتف. is the interface between the GSM network and the PSTN public telephone أو public switch telephone network، هو عبارة عن نوع خاص من الـ MSC أو عبارة عن جزء أو عبارة عن بارت معين من الـ MSC، وظيفته أنه يربط بين شبكتين مختلفتين. زي ما أنتم شايفين هنا هيئة الموبايل الأول، الموبايل لما بده يتصل في برج إرسال بيبعت السيجنال تاعته على شكل إلكترو ماجنتيك سيجنال، البي تي أس بياخد السيجنال هذه وبحولها
تمام، بعتذر بس شوية. هلقيت نرجع للجي ام اس سي. حكينا انه هيئة الموبايل الاول، تمام. الموبايل الاول زي ما انتم شايفين حيتصل في برج الارسال. برج الارسال حيتصل في دوره بالبي اس سي او بالبيس ستيشن كنترولر، وحيتصل في الام اس سي في المدير العام. بعد هيك الجي ام اس سي حيعمل لي اتصال بين الموبايل وبين البي اس تي ان، يعني في الجزء اللي هين، تمام. ممكن انا اتصل بين جوال وبين هاتف ثابت، عادي بتصير، تمام. حكينا انه الجيت واي موبايل سويتشنج سنتر بيربط بين شبكة البي اس تي ان وشبكة الجي اس ام. هل قلت لي نفترض انه عندي موبايل، الموبايل هذا فيه اليوزر واحد، تمام، وفي البي اس تي ان هين في عندي هنا تليفون، تمام، مش مشكلة على شكل التليفون. هنا اليوزر واحد لما بده يتواصل مع التليفون، أول حاجة الإشارة اللي بيبقى فيها مجال كهربي متعامد على مجال مغناطيسي electromagnetic signal هتروح للبي تي اس. البي تي اس هيحولها بالمايكروويف لينك لبي تي اس تاني، لبي تي اس تالت، وهكذا لما تروح لشبكة أو بي تي اس في عنده سلك أرضي. السلك الأرضي هذا مرتبط في البي اس تي ان، تمام. هل جيت البي اس سي بدير حركة التنقلات بين الأبراج هذه، والام اس سي بدير الكنترولرز اللي بتبقى موجودة تاني، تمام، وبرضه بيربط السيجنال اللي موجودة هين بخليها تمشي من الجي ام اس سي، وهيك بيصير الاتصال بين تلفون وبين موبايل عادي، تمام. هنا نيجي لل HLR، الهوم لوكيشن ريجستر. هو عبارة عن أكتر داتابيس مهمة في نظام الجي اس ام عندي. بتحتوي على معلومات إدارية، وبتحتوي على معلومات بتختص في اللوكيشن تاع السبسكرايبر حاليا. يعني لنفترض انه في حدا ماسك جوال، تمام، وطلع مشوار من بيته اللي في رفح، وهو ماشي في السيارة، الجوال حيتصل في كل برج إرسال، مثلا وصل لعند خان يونس، برج الإرسال هذا حياخد السيجنال منه، حيبعتها عن طريق لينك معين لل MSC اللي حتروح للداتابيس تاعت ال HLR، وتخزن الأرقام اللي احنا حكينا عنها قبل، اللي هو ال IMEI وال TMEI. المهم الأرقام هذه تاعت الشريحة اللي في اللي موجودة في الجوال، حيتخزن البيانات تاعت اليوزر هاد في ال HLR، تمام؟ وإنه اليوزر هاد حالياً صار في خان يونس، بعد شوية حيمشي، حيصير في دير البلح لو كان جاي على غزة، حيبعت كمان إشارة للـ MSC ويخزن في ال HLR اللوكيشن تاعه الجديد. فإنه بيحتوي على معلومات، منها الموبايل نمبرز، الأرقام الموجودة في الأماكن هذه، السيرفيسز، الخدمات اللي المشتركين هذول مثلا بيستخدموها، السبسكرايبر لوكيشن انفورميشن، السبسكرايبر اكتيفيتي ستيتس، هل الجوال مغلق، هل الجوال حاليا في مكالمة يعني ongoing call، هل الجوال مثلا لا يمكن الوصول إليه إذا كان مغلق. وفي أوقات ناس بتحط خدمات إنه ما حدش يتصل عليها، تعمل بلوكينج لكذا مكالمة، أو خلص إنه هذا الرقم ما بيستقبلش مكالمات. ال HLR used to identify subscribers that known last known location، بيحدث اللوكيشن شوية شوي. هاي زي ما انتو شايفين، هاي أبراج الإرسال اللي بتتواصل مع البي اس سي، اللي بتتواصل مع الام اس سي، وهي ال HLR. ال HLR مرتبط في كل اللوكيشنز. اللوكيشن اريا هو عبارة عن عدد معين من السلات، اللوكيشن اريا. لقيتها السل نفسها، السل قسموها على شكل سداسي لأنه الشكل السداسي هو أكتر شكل
ممكن يغطي لي مساحات بشكل مثالي. لقيت لما يبقى عندي السلات هدول عددهم 6، تمام؟ هل نفترض انه عددهم 6، او مش 6، 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 سلات. هدول السلات كلهن بسميهم كلاستر، وعدد معين من الكلاسترز، مثلا لنفترض انه كل 10 كلاسترز بيساوي 1 LA او لوكيشن اريا. مثلا عندي منطقة دير البلح، دير البلح بيقول لك في التخطيط انها بتتكون من 3 LA او 4 LA. LA يعني لوكيشن اريا، يعني الأربعة هدول بضربهن في قديش؟ في 7، 4 في 7 بيساوي 28 برج إرسال في دير البلح لحالها. هو بالحقيقة يمكن تقريبا دير البلح أكتر من 28، يمكن تقريبا 32 أو 40 برج إرسال. غزة كلها من السلك للسلك تقريبا فيها 500 سايت أو 500 برج إرسال، 500 سل. ال 500 سل هدول لو بدي أقسمهن لكلاسترز، 500 على 7 بيطلع عدد معين تقريبا، يعني في الآخر غزة لما بدي أجي أقسمها كلها بتطلع 12 LA، 12 location area، تمام؟ هذه هي التقسيمة اللي ممكن لو انسألته عنها في السيلز ونظام التخطيط للاتصالات اللاسلكية هذه. طيب الفيزيتور لوكيشن ريجستر هو عبارة عن ريجستر مؤقت أو داتابيس مؤقتة بتعمل أبديت للوكيشن، برضو نفس الـ HLR بتعمل أبديت للوكيشن، بس الفرق بين الفيزيتور لوكيشن ريجستر والـ HLR إنه هذه بتختص في خدمة تجوال، خدمة الرومينج، أما الـ HLR لأ، بس بتحط اللي هو بيانات المستخدمين وملهاش في قصة التجوال. طيب برضو إلها علاقة بالأثنتيكيشن، يعني بتعمل اوثنتيكيت لليوزر، هل مسموح له انه يخش المنطقه هذه او يستعمل الخدمه هين او لا. لانه انا لما انتقل من شبكه مثلا جوال لشبكه زين، بدي اروح على الاردن او بدي اروح على السعوديه، هل الشبكه الجديده يعني وافقت اني انا استخدم الابراج تاعتها علشان اتصل في ابراج جوال او لا؟ شويه معايير يعني بتحكم الشهاد. برضه بتعمل تراكنج للسبسكرايبرز وابديتنج ذير لوكيشن حكيناها. انه كمان الفي ال ار بتحتوي على داتا بتختص الرومينج او التجوال. وين ارومر انتر ا سيرفيس اريا، لما الرومر او الزلمه مثلا المسافر وماخد نفس شريحته معاه على الدوله اللي هو رايح عليها، الفي ال ار كويريز او البيانات اللي بتتخزن في الداتا في الداتا بيس بتاعت الفي ال ار بتاخد من ال HLR، تمام، الداتا هذه، وبصير اكستشينج للداتا بين الدولتين، تمام، وست اب ذا رومر كولز ويل علشان انا الدوله الجديده تعرف بيانات الزلمه هذا اللي جاي عليها او الشخص اللي جاي يستخدم الخدمات تاعتها وتوصله بالشركه الام تاعته. الاوثنتيكيشن ريجستر او الاوثنتيكيشن سنتر، اسف الغلط هنا مطبعي. الاوثنتيكيشن سنتر يوز مينلي فور سكيورتي، هو الشيء اللي بختص في الحمايه، وظيفته انه يقول لك هل اليوزر هذا مقبول في الشبكه انه يتصل مكالمات ويتصل ويجري مكالمات او لا. بروتكت اجينست انترودرز ان ذا اير انترفيس، وبتعمل كمان حمايه ضد الهجمات اللي بتصير، وبرضه لها علاقه بالتشفير اللي بيصير، تمام. انا لما ابعت الداتا تاعتي من الموبايل للبي تي اس، يعني مثلا اي الشخص هذا بده يبعت الداتا تاعته، الداتا تاعته بده يبعتها للبي تي اس برج الارسال، هنا لو بعتها يعني كصوته لحال دغري من دون ما يحميه، اي حدا شابك على نفس التردد وبده يخترقه بيخترقه. فبدل ما هو يكتب هلو مثلا
بتصير هيك شكلها، كلها رموز دوت مثلا ال جي كي، انه اشي مش مفهوم. وعند الطرف الثاني قبل ما تصل للبي تي اس بيعمل لها هنا بصير انكريبشن تشفير، وهنا ديكريبشن فك تشفير، بحولها من النص المش مفهوم هاد لهلو مرة تانية. تمام، هل قلت لو حدا اجا واخترق مثلا، لنفترض انه هاد عبارة عن انترودر او دخيل، واجا بده يسمع الاشارة هذه معاه نوع من الاجهزة، بيخترق الاشارة هذه وبيجيبها بيعمل لها كولكتينج من الهواء، وفعليا يعني انا لما ارسل الاشارة بتروح يعني لكل النواحي حسب الباور تاعها او الباور اللي بصير لها بث فيه. تمام، لنفترض انه الزلمة هاد اجا وسجل هنا الداتا تاعتي، لما يجي يقرأها يقرأها بشكل مش مفهوم، ما يعرفش ايش هي، هيك بزيد السكيورتي. السكيورتي المسؤول عنه الاوثنتيكيشن ريجستر. تمام، في الجوريثمز هو بيستخدمها، هيتها مثلا حاجة اسمها الراند والاسرس والكيسي، هدول البارامترز اللي بتخش في الالجوريثمز. الالجوريثمز هياتهن الـ A3 والـ A5 والـ A8 مش مطلوبين او شوية شرحهم معقد. تمام، وجنرالي اسوسييتد وذ HLR، عشان هيك احنا بنقول الـ HLR هو اهم ريجستر، لانه بيحتوي على بيانات المستخدمين بشكل مفصل. هاي الالجوريثم اللي بستخدمها في الاوثنتيكيشن سنتر. تمام، الـ A3 الـ A5 والـ A8، واحدة للأوثنتيكيشن، واحدة للإنكريبشن، واحدة للكي جنريشن. لقيت أنا كل فترة والتاني بعمل جنريشن لكي علشان أضربه في الداتا، علشان الداتا يختلف شكلها. بنفعش أنا دائما أستخدم نفس الكي، وإلا يعني حيجي مخترق أو حدا يخترق لمكالمتي ويضل يستخدم نفس الكي علشان يسمع صوتي. الإكويبمنت ايدنتيتي ريجستر، آخر ريجستر فيهم، عبارة عن داتابيس تستخدم علشان تتبع الموبايل إكويبمنتس، الهواتف. يوزنج ذا ام اي ام اي اي، بيستخدم الرقم تاع الموبايل، الانترناشونال موبايل إكويبمنت ايدنتيتي. بريفنت كولز فروم ستولن و انوثورايز اور ديتكتيف ديفكتيف موبايل ديفايسز. هل لقيت ايش وظيفة الإكويبمنت ايدنتيتي ريجستر؟ انه يصنف لي الأجهزة حسب هل مسموح لها تكلم مكالمات أو هل لا، لثلاث أصناف. الوايت ليست هي عبارة عن الليست المسموح لإلها إنها تجري مكالمات، allowed to register in the cellular network، هذا بيختص بالـ IMEI، بيختص بالموبايل، موبايل إكويبمنت، بالجوال مش بالشريحة، دير بالكم. يعني الجوال هاد حط في شريحة، شخص معين بيستخدمه حط في شريحة، ضايق ناس مثلا وتعدى على ناس، وضل اللي هو البيانات تاعته بتضل في الـ HLR، يعني معروف للشركة. لو حدا بلغ عنه من خلال تتبع مكالماته بيروحوا بيعملوا له بلوك، بحطوه وين؟ في تاني ليست اسمها البلاك ليست. هذه الديفايسز اللي ما بتقدرش تعمل ريجستر للسيلر نتورك. بعد ما حدا يبلغ عن الجهاز هذا، لو يجيب كل شرايح الدنيا، ده شركة جوال مثلا، مش هيقدر يتصل ولا هيقدر يستفيد من خدمات الشركة، لأنه صار بلوك للـ IMEI للجوال، ده رقم المعرف للجوال نفسه، للإكويبمنت نفسها مش للـ SIM. والجري ليست اللائحة اللي لونها رمادي، إنه هذه الأجهزة المش مصنفة، يعني لا هو ممنوع ولا هو مسموح، بس باي ديفولت بتبقى الأجهزة في الجري ليست مسموح لها الاتصال. نيجي لمصطلح الـ Operation and Support Subsystem، اللي هو النظام أو الفرع من النظام المسؤول عن السبورت والمينتنانس. هو عبارة عن زي وحدة كاملة فيها مونيتورز، فيها أجهزة كمبيوتر او اجهزة معينة بتعمل لي مونيتورينج للشبكة نفسها كلها، بتشوف ايش الاخطاء الممكن انا اقع فيها، مثلا الام اس سي صار له شات داون،
ببين كله على الاو اس اس، مثلا البي اس سي صار في عطل ببين هنا، فبحدد انا وين العطل، وعن طريق الاوبريشن اند سبورت سب سيستم ببعت فنيين، بتبقى الشركه موظفاهم ولهم اماكن معينه، مثلا صار عندي خلل في بي تي اس، اللينك تاع المايكروويف الطبله اللي بتبقى فوق البرج خربت، بروحوا هما بيصلحوها. تمام، هي وظيفته. Connected to all equipment in the switching system to the BSC. يعني هي زي ما انتم شايفين متصل بكل الاكويبمنتس في البي اس سي وبرضه مع الام اس سي. بس هنا احنا يعني بنقول في البي اس سي لانه في الموبايل سويتشنج سنتر في العقل المدبر هذا اساسا يعني في له ناس تعمل له صيانه دائمه وما بتوقف عن العمل ابدا، وله نظام تبريد وله كل شيء. تمام، بينما البي اس سي بتبقى عندي هنا الاهميه اقل. تمام، والبي تي اس ابراج الارسال اساسا من اساسياتها او من مواصفاتها تبقى روبست، تبقى قويه، ما تتاثرش بشكل كبير يعني بالتغيرات اللي بتصير، فبيبقى مرتبط بالجزء الثاني هذا، جزء البي اس سي والبي تي اس بشكل اكبر. كمان في عندي جزء في الاوبريشن اند سبورت سب سيستم بسمى بالاو ام سي، الاوبريشن اند مينتيننس سنتر، وهو مسؤول عن الادمنستريشن اند كوميرشال اوبريشن، عن السكيورتي، مسؤول عن النتورك كونفيجريشن، عن البرفورمانس مانجمنت والمينتيننس تاسكس. تمام، هنا وصلنا لعند الانترفيسز او اللينكات اللي ما بين اللي هو الاشياء في شبكه الجي اس ام عندي. اول حاجه، اول لينك عندي اسمه اليو ام او الاير انترفيس. اللينك الاول هذا او الاير انترفيس بيبقى عباره عن الكتروماجنتيك سيجنال. الالكتروماجنتيك سيجنال اللي بتبقى طالعه من الموبايل للبي تي اس اسمها يو ام او اير انترفيس. الابيس انترفيس او هيك اختصارها هي عباره عن السيجنال اللي بين البي تي اس والبي اس سي. الاي انترفيس او الاي داش انترفيس هي عباره عن السيجنال اللي بين البي اس سي او الكنترولر وبين السنتر. نيجي نشوف كل واحده فيهم. اول اشي اللينك اللي بين الام اس او اللي بين الموبايل الموبايل اكويبمنت او الموبايل ستيشن مع البي تي اس، مع البيس ستيشن او مع محطة الارسال تاعتي، هو عبارة اللينك بينهم اسمه الاير انترفيس او اليو ام. اللي بيصير في اليو ام انه بيستخدم لي عملية التي دي ام اي او التايم ديفيجن مالتيبل اكسس علشان يعمل ارسال واستقبال للمكالمات والسيجنالينج بين الهواتف النقالة وبين أبراج الإرسال. التي دي ام اي بتدعم لي 8 يوزرز بنفس الوقت على نفس التردد، بالإضافة إلى تقنية الاف دي ام اي اللي حكيناها في المحاضرة الوجاهية في الأخيرة. الاف دي ام اي وظيفتها إنها تقسم الباند تاع الترددات، تمام، وتدي لكل يوزر تردد واحد من الاب لينك زائد الداون لينك. اذا اليوزر خلص من التشانل هادي او من التردد هاد خلص يصير فاضي، واي يوزر يجي بعديه، مثلا هنا كان يوزر واحد، اي يوزر يجي بعديه بعد ما يعمل ريليز للكول او يخلص المكالمه، يوزر اثنين يقدر يستخدمها. تمام، طيب اللينك الثاني اسمه الابيس انترفيس، هو عبارة عن انترفيس او اللينك بين الكنترولر وبين ابراج الارسال. بيعمل لترانسميتنج للترافينج اند سيجنالينج بتوين ذا بي اس سي اند بي تي اس. هو فعليا الاشارات اللي بتبقى بين الكنترولر والبي تي اس عبارة عن اشارات سيجنالينج. الداتا تقريبا كلها بتبقى بس موصلة بين الموبايل نفسه وال أبراج الإرسال الثانية. هل جيت مثلا
أنا بحكي عن المكالمات المحلية local calls. اللوكال كولز ما بتطلعش برا الخط هاد، إنه بتضلها مثلا من موبايل لبرج إرسال لبرج إرسال تاني لبرج إرسال تالت لموبايل. في حالة إنه كانوا كل هدول أبراج الإرسال مشتركين مع بيئة سي واحد مثلا، وفي هنا بيئة سي اثنين كنترولر تاني ومشترك مع كتير أبراج إرسال تانية، تمام؟ ساعتها اللينك ممكن تاع الداتا يمشي من هين ويروح للبيئة السي هاد ويروح للأبراج ومنها للجوالات. وكذلك لو لما أنا بدي أكلم مثلا بدي أكلم حدا مكالمة دولية، أنتوا شايفين الخط بيجي للبي تي اس لبرج الإرسال، منه للكنترولر ومنه للأم اس سي، منه للجيت واي أم اس سي، تمام؟ نعتبر إنه في هنا جيت واي جي أم اس سي، تمام؟ ومنه للينك فايبر. مثلا لو كانت المكالمة دولية لأوروبا، المكالمة تاعت الصوت بتمشي عن طريق من تحت البحر المتوسط، لينك الفايبر هذا بوصلها لأوروبا، بتروح لجي ام اس سي تاني موجود في مثلا شركة اتصالات اسمها فيريزون. الجي ام اس سي بيدي للام اس سي تاعهم هم، تمام؟ ومنه للبي اس سي تاعهم هم، ومنه للبي تي اس برضو تاعهم، ومنه للجهاز اللي أنا بدي أكلمه، بيبقى على الشبكة اللي في الدولة الثانية. علشان هيك أنا قاعد بحجز في لينكات كثيرة وبعمل عمليات كثيرة، حتزيد عندي سعر التكلفة. لهيك بتبقى المكالمات الدولية أغلى بكثير من المكالمات المحلية. آخر إشي الـ A Interface، هو عبارة عن الانترفيس بين الكنترولر وبين الـ MSC. بيقولك إنه بزود السيجنالينج او بيزود عمليات المانجينج بين الام اس سي والبي اس سي، وبرضه بنقل فيه انفورميشن علشان افعل القنوات، قنوات الاتصال اللي بتبقى موجوده في الابراج هذه، وهو اللي يعني بيصير فيه حجز الترددات، تمام؟ وبيعمل allocation، هي إنه channels slots and the like to be to allocate the mobile equipment being received by the BSS. وهيك بنكون خلصنا الـ GSM، ويعطيكم ألف عافية.